اليوم تم التصويت على المداوله الثانيه لقانون تعارض المصالح، واحب في هذا المقام اني اوجه كل الشكر لاعضاء اللجنه التشريعيه والمكتب الفني في اللجنه التشريعيه على انجازهم لهذا القانون، واكد ان هذا تشريع جديد وبالتالي يجب ان يخضع للتقييم بعد فتره زمنيه من تطبيقه. وهني يقع الدور على السلطه القضائيه على هيئة مكافحة الفساد وكذلك على الجهات الحكومية لأن إيه هي الأطراف المعنية بتطبيق هذا القانون وبالتالي بعد فترة من الزمن يجب على هذه الأطراف تقييم هذا القانون للوقوف على أي ثغرات ممكن تظهر اثناء عمليه التطبيق لاي جوانب فيها بعض القصور اثناء عمليه التطبيق وبالتالي اقتراح اي تعديلات تشريعيه من شانها سد اي ثغرات قد تظهر. ذلك كله لازم يصير علشان نصل الى مرحله التطبيق الامثل لهذا القانون، الاستفاده التشريعيه القصوى من هذا القانون وتحقيق اهدافه اللي كانت اساسها مكافحه الفساد. النقطه الاخرى اللي ابي اكد عليها ان التشريع ليس حكرا على اعضاء مجلس الامه والحكومه. المؤسسات المجتمع المدني وكذلك المختصين واصحاب الاختصاص يجب ان يكون لهم دور في التشريعات وهذا ما حدث في قانون تعارض المصالح. بعد ما تم اقراره في المداوله الاولى الاسبوع الماضي عقدت حلقه نقاشيه بحضور اصحاب اختصاص، اساتذه قانون، نواب سابقين، واعرضتها جريده الجريده. كانت ملاحظاتهم وارائهم بالنسبه لي انا مقدره، وايضا اطلع عليها رئيس اللجنه التشريعيه وتم الاستفاده منها. ايضا احب اوجه الشكر في هذا المقام للدكتور نواف الياسين، استاذ القانون، زودني انا شخصيا بملاحظاته على بعض مواد القانون وبدوري نقلتها إلى رئيس اللجنة التشريعية وأيضا كانت محط اهتمام أو محل اهتمام عفوا واستفادة